كانت لنا جلسة مفيدة وتطرقنا إلى عديد النقاط وأصغينا باهتمام إلى كل انشغالات أعضاء الجمعية وكذلك السيد الرئيس الذي أبدى اهتمام كبير بالمدرسة وكذلك قدم جملة من الملاحظات ومن انشغالات تم تسجيلها وتدوينها وسيكون هناك النظر فيها ونحن على استعداد للتنسيق مع هذه الجمعية الموقرة لصالح المدرسة ولصالح النظام التربوي في الجزائر. ما يمكن أن نؤكد عليه أيضا هو مدى التعاون بيننا وبين الوزارة، لأن جمعية العلماء أعلنت عن استعدادها للمساهمة فيما يعود بالنفع العميم على المدرسة وعلى المجتمع وعلى الوطن بكامله، خصوصا في هذا الوقت الذي تتكالب فيه الهجومات على وطننا وعلى هويتنا وعلى معتقدنا وعلى وحدتنا الوطنية، فيأتي هذا اللقاء ليجيب عمليا على هذه النقاط.